السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على موضوع الذهب. لاحظت منكم تفاعل ودعم على الفيديو اللي فات على موضوع الذهب، فنزلت لكم الجزء الثاني عن كيفية تنسيب. يعني ايه؟ يعني لو انت المنطقة اللي انت قاعد فيها منطقة جبلية او فيها عروق زي كده، هعلمك ازاي تعرف ان العروق دي فيها نسبة ذهب او لا. يلا بينا نشوف الشرح عملي، وما تنساش تدوس على كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو، ولو عندك اي سؤال اي استفسار اكتبه لي في كومنت وهرد عليك. يلا بينا. اهو زي ما انتم شايفين الاحجار دي فيها نسبة ذهب. هنسرعت لكم الفيديو عشان ما اطولش عليكم. نحتاج طبقين، واحد صغير واحد كبير، وهنبتدي ندق على الحجر ننعمه على قد ما نقدر، نخليه بودرة. تمام، اهو زي ما انتم شايفين الحجر دي فيها نواجر ذهب اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات. اهو زي ما انتم شايفين دي قطعة ذهب واضحة قدامكم، عشان الحجر دي فيها شذرات من الذهب. تمام، هنعمل حجر نبتدي ندقه لحد ما نخليه بودرة تراب خالص. تمام، ودي قطعة ذهب تاني اهي زي ما انتم شايفين. ده الذهب اللي كان في الحجر اللي كان من جوه الحجر نفسه. تمام، نعمنا الحجر شوية. تمام، نخليه يتنعم على الاخر على قد ما تقدر. نكمل تكسير في الحجر تاني. تمام، نعمه على الاخر نخليه بودرة كده زي ما انتم شايفين اهو. ياريت الناس ما تنساش الاشتراك في القناة. تمام، عايزين نكبر القناة بسرعة عشان نقدر ننشر فيديوهات اكتر. تمام، هنلم البودرة دي هنلمها في الطبق الصغير، هنلمهم كلهم بالذات لما الشوية اللي هم بيبقوا في الاخر دول، عشان هم بيبقوا فيهم نسبة الدهب اكتر، عشان بيبقوا متناعمين على الاخر. يعني الشوية الناعمين دول هم اللي بيبينوا لك برضو النسبة في الطبق. تمام، وبعدين نحاول نهز كده الطبق ونطلع منه اللي هو المدقش، يعني ايه الحصى ده، نطلعه بره، نخلي البودرة بس في الطبق. انت بالنظر كده تشيل الحصى الكبير كله. تمام، ونجيب الطبق التاني نعبيه مية. تمام، كله ناعم بودرة مفهوش حصى خالص. تمام، كلها بودرة، نحطها في المية. تمام، ونقلبها. ياريت ما يكونش الطبق اللي احنا بنعمل فيه ده فيه زيت. شايفين ملاحظين كده اللي هي الفقاقيع ديات اللي ظهرت دي بتبين لك اغلبية 90% بتبين لك ان الحجر ده فيه نسبة. يعني انا جربت في كذا مرة لما بتديك رغاوي كده فوق المية بيبقى الحجر ده 100% فيه نسبة. هنلفه كده عشان ننزل ايه اللي هو المعدن التقيل بينزل تحت، اللي هو الذهب والستالين بيرسوا في الطبق من تحت. نفضل نهز كده في الطبق. تمام، عشان المعادن تفضل معانا راسية تحت، اللي هي التربة والكلام ده هي بتنزل لوحديها عشان الكثافة بتاعتها أقل من الحديد والذهب والستارين والكلام ده. تمام، طول ما انت بترج كده المعادن كلها بترسى معانا تحت، استحالة الذهب والكلام ده ينزل. نفضل كده نروح ونجي بالطبق. تمام، بالراحة، يعني انا مسرع الفيديو على فكرة وجاي لكم سريع، فانت في اقل من مهلك براحتك. يعني نخلي ظرف التراب يدوب جاي على سن الطبق. نفضل نروح وناجي بيه كده زي ما انت شايفين. اللي فاضل معانا ده الحديد، نطلع الحصى اللي فيه ده كله. لو ظهر معاك حصى ولا حاجة نطلعه بايدك عادي مش مشكلة. فاضل معانا المعادن كده اللي هي التقيلة. نطلع الحصى وزي ما انت شايفين كده الدهب ظهر قدامنا. الدهب بتلاقيه عشان كثافته اكتر بتلاقيها من فوق. تمام، ادي نسبة الحجر ده. اللي تحت دي اللي هو الحديد والكلام ده
بتلاقي الذهب اول حاجه، وبتلاقي فيه ستالين اللي هو الابيض. ما شاء الله في بودره وفي نواجر اللي هي القطع. نصفي من الحصى كله، انت عند كل ما بتقرب بتبقى براحتك على الاقل من مهلك. تحاول كده بالنظر تخلي الحصى بس اللي ينزل، انما الدهب والكلام ده كله بيرسفه. تمام، والدهب اللي هو الناحية التانية اللي على الشمال نصفيه كويس. تمام، انا بحاول الم على قد ما اقدر عشان يبقى واضح معانا احنا بنلمه بالزئبق. هو الحصى ده كله نطلعه، لما انت بمجرد يعني ما شفت الحجر فيه نسبة ولا لا توكل على الله ممكن تشتغل منه على طول. بس انا بحاول اوضح لكم للناس اللي هي لسه مبتدئة مش عارفة اماكن الاحجار دي فيها نسبة ولا لا. هو زي ما انتوا شايفين في بودرة وفي اللي هو القطع، هو زي ما انتوا شايفين. اللي هو الحديد والكلام ده هو ده كله ده اللي من تحت، انما الدهب بيبقى فوق معانا في الطبق. نحاول بقى نلمه بالزئبق. تمام، انا معايا شوية زئبق هنا. الزئبق بيلمش غير الدهب بس، لما بيلمش الحديد لا، واول حاجة بيلمها في الدهب بيلم البودرة اكتر حاجة. زي ما انتوا شايفين كده بيلم لم الدهب كله. تمام، انما الحديد لا، هو زي ما انتوا شايفين. والزئبق بعدين ممكن بالسخونة تسخنه على النار يتبخر ويتفضل معانا الدهب بس. هو زي ما انتوا شايفين كده لم الدهب كله. تمام، ننشف المية دي بمنديل، منديل بيمتص المية انما مالوش دعوة بالزئبق. ننشف المية عشان نطلع الزئبق لوحده. الزئبق ده برضه نحتفظ بيه في مكان، ممكن في التلاجة نشيله في علبة او في التلاجة. تمام، بس عشان نخلي بالنا عشان ده من المواد السامة. كده لمينا منه المية كلها. تمام، بشكر كل الناس اللي هي دعمتني في الفيديو اللي فات. تمام، ويا ريت الناس تدوس على كلمة الاشتراك اللي تحت، واللي عنده اي سؤال اي استفسار يسيبولي في كومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.